بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة المرشدي. فيديو النهاردة إن شاء الله بعنوان قواعد التعامل مع الشدائد. كيف تتعامل مع وقت الشدة؟ كيف تتعامل مع وقت الضيق؟ إذا عرف الإنسان الله في الرخاء عرفه في الشدة. أول قاعدة من القواعد اللي نتعامل فيها مع أوقات الشدة، القاعدة الأولى: أنت لست وحدك، في أصدقاء وفي أحباب وفي مقربين، وقبل كل ذلك الله سبحانه وتعالى. القاعدة الثانية: لا يقدر الله سبحانه وتعالى شيئا إلا بحكمة، ما أخرش شيء إلا لحكمة، ما عجلش بشيء إلا بحكمة. اعلم جيدا: ما أصابك لم يكن يخطئك، وما أخطأك لم يكن يصيبك. القاعدة الثالثة: جالب الخير وجالب النفع وجالب الضرر الله، فلا تتعلق إلا به، لا تتوسل إلا به، لا ترجو إلا الله سبحانه وتعالى. القاعدة الرابعة: اعرف حقيقة الدنيا. الدنيا تعطي وتأخذ، الدنيا دار نصب ودار تعب، الدنيا لا تعطي كل شيء، الدنيا فرص، انتهز الفرصة عندما تأتيك، افهم الدنيا تستريح. الدنيا سميت بالدنيا لأنها تأتي من الدناءة. الدنيا لو تساوي جناح بعوضة ما سقى منها الكافر شربة ماء. القاعدة الخامسة: أحسن الظن بالله. ربك سبحانه وتعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي. فأحسن ظنك بالله. لو أنت ظنك بالله إنه هينجيك هينجيك، لو ظنك بالله إنه هيهلكك هيهلكك. أحسن ظنك بالله سبحانه وتعالى. القاعدة السادسة: اختيار الله لك أفضل من اختيارك أنت لنفسك، لأنه عارف سبحانه وتعالى، هو اللي خلقك وهو اللي عارف إيه اللي هينفعك وهو اللي عارف إيه اللي هيضرك. ساعات يأجل لك طلب أو يأخر لك دعوة، هذا اختيار الله سبحانه وتعالى لك. القاعدة السابعة: كلما اشتد الضيق جاء الفرج. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ما دائت إلا ما فرجت. سبحانه وتعالى حاطط قواعد وقوانين في الطبيعة لازم نطبقها في حياتي. العمر مهما طال لابد من دخول القبر، والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، فما من شدة إلا وبعدها رخاء، كلما اشتدت كلما اقترب الفرج. القاعدة الثامنة: لا تفكر كيف يأتي الفرج، لأن الله سبحانه وتعالى يهيئ له حتى يحدث، ويأتي بشكل لا يخطر على بال بشر. لا تخطط للفرج، صاحب الفرج هو اللي بيخطط ليه وبيهيئ ليه، ما عليك إلا الصبر. القاعدة التاسعة والمهمة جدا: ما عليك إلا الدعاء، ما عليك إلا الدعاء. الدعاء مخ العبادة، ادعو الله سبحانه وتعالى وأنت موقن بأن ربنا هيستجيب. في النهاية أقدم لي ولكم نصيحة: تعلم فن التجاهل وفن التغافل. تجاهل بعض الأفعال، تجاهل بعض الأقوال، تجاهل بعض الأشخاص. عود نفسك على التجاهل الذكي، فليس كل أمر يستحق أن تقف أمامه أو تتوقف عنده. لا تتوقف عند الأمور البسيطة، لا تتوقف عندها. مزاجك أغلى شيء عندك، راحة بالك وراحة تفكيرك أغلى شيء أنت بتملكه. حافظ على هذا المزاج، حافظ على هذا التفكير، حافظ على روقان بالك، حتى تستطيع أن تقرأ، حتى تستطيع أن تكتب، حتى تستطيع أن تتعامل مع الناس، حتى تستطيع أن تتعامل بإيجابية مع الناس وليس بسلبية. لذلك لا تعطي الفرصة لأي مخلوق أن يعكر صفو مزاجك. في نهاية الفيديو أدعو الله سبحانه وتعالى أن تكونوا من السعداء، وأن تكونوا ممن صفى عيشهم في الدنيا والآخرة، وأن يكونوا من السعداء في الدنيا والآخرة. إذا أعجبك الفيديو فاضغط على زر الإعجاب، ولا تنسى الاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.